بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عما فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تقهقر الباطل ورجع، وما طلع صبح وأسفر، وصلاة وسلاما طيبين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما سار سفينا للحق وأبهر، وما على نجم في السماء وأبهر. وبعد، شيوخ القبائل والأعيان، أيها الضيوف الكرام، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية من القلب، تحية يطيب شذاها مسك وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفا، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسم أبناء المرحوم عياد بن عيد بن شليليح المهيمزي الرشيدي، أرحب بكم ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، نزلتم أهلا وواطأتم سهلا، مرحبا بكم مددا بلا عدد، مرحبا بقدومكم، فبقدومكم حل الضياء والنور وعم الفرح والسرور. مرحبا أرددها على كل لسان، فقد اشتاقت لكم القلوب قبل أن تراكم الأعيان. وباسمكم جميعا نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات لبدر هذه الليلة وفارسها الأستاذ سليم بن عياد بن عيد المهيمزي الرشيدي. ولا نقول له إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك اللهما لكما وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. فهذا أنت في هذا المساء قد أتممت دينك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما أجمل الاجتماع على زواج شرعي يقام على سنة الله ورسوله. وفي هذا المساء الجميل للشعر دور وللشعراء مجال، كيف لا، والشعر ديوان العرب، كلمة تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل، وفي معناتها ومضمونها إن الشعر نقل لنا عادات العرب وتقاليدهم في الحرب وفي السلم. وفي هذا المساء الجميل الذي يجمله حضوركم وتشريفكم، يتواجد معنا نخبة من الشعراء المتميزين في الساحة الشعرية، شعراء تميز شعرهم بقوة المعاني وسهولة الألفاظ وجزالة الأبيات، شعراء مهما تكلمنا عنهم ما أوفيناهم حقهم. وباسمكم نرحب بأول الشعراء، الشاعر المبدع المتميز سعود بن ذيران البريقي الرشيدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور، أيها الحفل الكريم، نبارك لأبناء المرحوم عياد بن شليليح بمناسبة زواج الشاب سليم بن عياد، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير. ونرحب باسم الشيخ سلمان بن عياد بجميع من حضر هذا الحفل وشرفنا وتحمل عنا السفر وتكبد المسافة من داخل المدينة وخارجها. يا مرحبا باسم شيوخ المعازيب للي لفوا للحفل من كل دينا، باسم احشيات الكرم والمكاسيب، مهامزة مثل السيوف الصقيلة، سلمان بن عياد راعى المواجيب، شيخ نفعوله
فالمراجل كثيرة، هذا ولد عياده شيخ المناديب راع الكرم خير يعم الجزيرة يوم السنين إشحاح عود ومشاهيب مواقفة عند القبائل كبيرة الشيخ يحل المعضلات الأصاعيب يوم المواقف بالليالي خطيرة يقدم ليهجم شراد المهاريب ويخوض غبات البحورة الغزيرة مع ضف أخو هدبة عريب المجاذيب شيخ على ركبة يسوق المسيرة مقدام عبسة أهل السيوف المحاديب مقدام عبسة أهل السيوف المحاديب يوم المعارك نارها مستديرة اليسر من فوق عود العراقيب كم غيب وشمس النهار تذيل ربعي توردها خيار المشاريب على عدود الواردة والصديرة لنا نصر والحق نعطيه ونجيب وحنا على العليا سلاح وذخيرة ما هو قصور بالعرب ولا جانيب حماية البل ناطحين المغيرة أفعالهم شمس عن الحق ما تغيب يوم الزمن يشهد بشره وخيره يوم الزمن يشهد بشره وخيره صح لسانك وبيض الله وجهك وقصيدة جزلة من شاعر جزل ويستهلون هذا الإطراء والمدح والآن مع الشاعر الملقب بصاحب الحنجرة الذهبية الشاعر المتميز سعود الحميدي الشويعي فليتفضل الله يمسيكم بالخير اولا نبارك لسليم عياد ونبارك لاخوانه جميع الله يوفقه ويوفق المبارك ونبارك له ان شاء الله وهذه للضيوف هديه من هذا الحفل حيا الله لنشا ركنا بالافراح في حفل سليم نرى حبه حيا الله ضيوفنا عدد ملاحي وعد المصلين في مكة وفي طيبة بضيوفنا نفتخر والبال مرتاح مبروك حفل أهل الكرم وأهل الأمجاد ومبروك يا سليم وقدم تحية تحية ومبروك لعيال عياد أهل الوفا والطيب والمقدنية أنتم هالطلات من عصر الأجداد شجعان تورد أحياض المنية أبوك مفعالة كثيرة بالأعداد طيب وكرم شجاع والنار حية أبوك مفعالة كثيرة بالأعداد طيب وكرم شجاع والنار حية يشهد له التاريخ بإثبات واجناد قبل المنية قال مانا خوية عسى بالجنة وبالخلد معاد للجار والخوة ما يرضى الذي وتحية لسلمان مصدر وميراد كريم سبلة واحتفظ بالوصية وتحية لسلمان مصدر وميراد كريم سبلة واحتفظ بالوصية ما خاب من وصاك بي ابن الأجواد ومقافكم ما يساء نذرا علي وعسى عياله دائما افراح وسعاده في عالم جزله والله رديه ومن شرف سليم عسى ايام عياد الله يسعدهم مراحه ومجيه وبضيوفكم ارحب عدد كل الرعاد وعد المزون اللي امطرت عقربيه والانساب كبارك عدد كل الاشهاد مبروك يا الشجعان يا اهل الحميه وكل القبائل الوافيه درع وجناد من عصر للحاضر والجاهليه وصلاه ربي عد مسرى ومهجات وصلاة ربي عند مسرى ومهجات على محمد شيف كل البرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صح لسانك وبيض الله وجهك شاعر جزل وقصيدة جزلة من شاعر جزل والآن مع الشاعر المبدع المتميز محمد ابن ديران البريقعي فليتفضل من هجو سلنا خير
تلقى جزل القصيدة فيها هبة عند وفيها من سطوة ديابة بسمة مكرمين الضيف والجار هم ذخر ورصيد مزبنين اللي يمنع داف في قلبها ارعاب ونعم في كل القبائل قريب ومن بعيد ونعم في كل القبائل قريب ومن بعيد والمراجل عد والمراجل عد والكف ويارد ما يهاب أرحب وترحيب تنكن المزن السديد وكن البراق لناض في رؤوس السحاب. سلامتك صح لسانك وبيض الله وجهك. حفلنا الكريم تستمر برامج هذا الحفل ومع أمسية شعرية يليها الشاعر المبدع سعود نيران البريقعي الرشيدي والشاعر سعود الحميدي الشويري ومحمد ابن داير البريقعي الرشيدي. تحية شباب لشعار الأمسية. ونبدأ مع الشاعر المبدع سعود ابن نيران وقصيدة لكل شاعر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوي عوالي من حدا أشهب النار الوقت مدن والديار مهجورة على حبيب بل محبة بل الحال وحبة بقلبي لا أعدم في دوره اشتاق للشوق له الروح مدها الغالي ولو شح الوصالة غالي ولو شح الزمان بحروره وحشة ثلاثة تبني طموح ومال بيني وبينه لو قس الوقت جوره متى تباشيرك تجي تطرب الباب صدر يكن من الهجوس محشورة أعات بالتفكير بقفاي وقبال همي مثل موج تصافق بحورة وأنا أعزومي زندها يشعل إشعال نار الغرام اللي تسمى خطورة لو كل عاشق راح في بحر الأهوال يبقى حبيبي والحياة محظورة يبقى حبيبي والحياة محظورة. وننتقل مع الشاعر سعود الحميدي الشويري فليتفرج. حنا دروع للملك وين ما كان ودرع الوطن نصد عنها المغيرة وعسى الوطن دائم بخيرات وأمانة عسى الشعب في خير في كل ديرة الله ينصرنا على كل عدوان بجاه بل عالمنا بالشريرة وأخواننا بالحزم شجعان شجعان تشب الحوثي وهذا مصيره خسران يا الحوثي ما ينفع كيران شوكتك لك شرها بنار وذخيرة وتحية وللقايد الأعلى تحية لسلمان خادم بيوت الله قايد مسيرة صح لسانك. وننتقل مع الشاعر المبدع محمد ابن نيران البريقعي فليتفضل. أقول أنا مرتاح لين أبراد جوالي يصير أصفار وأقفل شاشته بالدرج وأحطه مع ثباتي بقفرة تنكتم فيه الشرايح ثم شب النار على حد الغياب لجت طيوره تبتباتي بقفرة تنكتم فيها الشرايح ثم شب النار على حد الغياب ولجت طيورها تبتباتي قبل يومين ممطور وقبل شهر عليها أمطار ما غير الصيد في حوزها مسول لها ممراتي فياضة زاين فيها النفل والعشب لها نوار بفوت من لهم في البر والمقناص مشهاتي
فياضه زايم فيها النفل والعشب له نوار بخوة ملهم في البرة والمقناصة مشهاتي هذي بواردي والآخر مساعد وذا صقار ورابعهم بقصة الأثر له فن ومهاراتي ومع قصة الأثر سايق بطرد الليل ما يحتار بتكشيفه ذريف ويعرف دروب المحازاتي لراد الله ومحب واردي مثلي طويل اشباري بيطيح ان في جب قدم زبانه بلحظاتي لراد الله ومحب واردي مثلي طويل اشبار بيطيح ان في جب قدم زبانه بلحظاتي هذا شفي وهذه رغبتي يا مبعد الانظار وكل الله هوايه بس انا هذه هواياتي هذا حبه يدوج في البلد ويحب مشي القار ويذيه شوش لا قص التذاكر في المطاراتي وانا شفي لي مني خذيت مع القرص مشوار وشوف البر والقفر الخراوي من هواياتي هذه شوش لا قص التذاكر في المطاراتي وهذا حبه يلف يمين ولا يستدير يسار ولا يرتاح لي منها يقضي في البقالاتي وهذا عشقها وهذه هوايته في البحر ويصيد السمك بشوار وهذه يحب تجميع الدراهم والريالاتي وانا شفي يا بني خذيت بعلق راس مشوار وشوف البر والقبر الخراوي من هواياتي. صح لسانك وبيض الله وجهك قصيده جميله من انسان جميل بشعره وباخلاقه ونعود مرة أخرى مع الشاعر المبدع أسعود بن ذيران البريطعي وقصيدتين. أنا بدونك يا وطن مالي مع العالم وجود أحيا على أرضك يا وطن وبيع عمري دونها رخصت لك دمي فدا مني على عهد الجدود يوم السنين المظلمة لك حل سوادة عيونها التضحية دونك فدا عشنا على أرضك والصمود عند الرجال اللي نعايدها ترى من خونها أعشق سماك وبحرك الهادي وبرك والنفود وذب صوتي في مداهيلك وجر لحونها وانصافح أشعاري لعلي على الهوى لها بنود يروي عطش شوق الحياة اللي على مضيونها نعيش بك عز وفخر نرقى على العليا سنود يا موطن الأسلام يا مهد الرسل وكونها المملكة تبقى فخر ببيات ملوك السعود دولة السعودية حماها دينها وحصونها كم ساهمت بالخير وأعطت من متاع ومن نقود خيراتها عمت على كل الدول يدرونها إلها على نهج الوفا لها على نهج الوفا مصدار به ولها ورود انجازها للخير بحرا والامم يردونها انجازها للخير بحرا والامم يردونها على ميادين الشفيه للاصايل والسباق موروثنا الشعبي على ركض الاصايل يحتفل الصلصله ومحافظه خيبر على الهجنة اتفاق دعم المواطن والمواهب لين حتى انه يصل موروث سلم اجدادنا بالعز يا صلى لا لفاق حقق طموحات النجاح بكل جهد ويحتصل حي وجميع حضورنا الفوز الاول الانطلاق للنيماري حي جميع حضورنا بالفوز الأول الانطلاق كل نيماري فوق هجنة والتحدي محتمل صيحوا عليهن مع جراهيد الميادين الرقاق فج العضود مضمرات الجسم تلعات النخل تقر كابه
مشابهات الذيب لجاء اصطفاك لن يعرف اوصافنا بوصافنا محد جهل يا ما حلا ركض الاصايل من عريباته العماق في ساحه الميدان يوم ان الاوائل يوم ان الاوائل تحتصل بالفوز والتشجيع يطرب للرجال الاشتياق ما ينثني عزمها قويها البعيده تجتول ما ينثني عزمها قويها البعيده تجتول. صاحب سامي تحية العريس يا شباب ونستمر وندعو في بحر الإبداع ومع الشاعر المبدع مسعود الحميدي الشويلعي وقصيدته خويلي طيب ترى لا يقول ابدا من نزل تبارك والانجيل مكون الدنيا ومشي غمامه نحمدك اللي تعلم العدل والميل وتعلم ما يحصل بالنهار وظلامه نحمدك اللي تعلم العدل والميل وتعلم ما يحصل بالنهار وظلامه ومن بعد نبدا بيوت بتفصيل ابدا بشاعر جزل في كلامه للطيب طيب للمواقف رجاجيل والطيب وجعل نشام علامه للطيب طيب للمواقف رجاجيل والطيب وجيه النشامة علامة لدارة الدلة وشرب البلدين رابعي هالوقفات ذروة سلامة بني رشيد اللي كما جدي وسعيد فرسان يوم الجو خلط عسامة بني رشيد اللي كما جدي وسعيد فرسان يوم الجو خلط عسامة من حرب الأبيض اللي مدرج السير تلقى الوقف والطيب وعلى الكرامة ومن المدينة لين بنات للنيل لين الكويت العز شامخ مقامه من دون قاصر بالقباية الحلاحية كل على علم بني خيامه من دون قاصر بالقباية الحلاحية كل على العليا بني خيامه تاريخ معه وجين ورجيل والنعم يا رجال الكرم والشهامة والحمد لله لمنا فارس الخير قال الزعيم رحبت بالزعامة والحمد لله لمنا فارس الخير قال الزعيم رحبت بالزعامة عبد العزيز اللي هجدها مع الليل عسى جنان الخلد ما رد عظامه عبد العزيز اللي هجدها مع الليل عسى جنان الخلد ما رد عظامه ناهجه على الدعوه على الدين معين وعقب عيال مشيهم في نظامه تاريخ تحكم حكم الشرع بالوزن والكيل تاريخهم يبقى ليوم القيامه وصلاه ربي عدوى بالهمليل على محمد واختم بكلامه السلام عليكم. صح لسانك وبيض الله وجهك وننتقل مع الشاعر المبدع محمد بن نيران المريقعي وقصيدته الضيف لا جاز المنان اشعل منار
ومجند المن لما ندلالة وعدونا يرجع ونسقي الأمرار ودخيلنا ينعم ولا يضيق بال والعز السعودية بلادي حي قادتها الرشيدة قبلة الإسلام وديار النبي وأرض البطولة والقبيلة حبس والهبوات والنظرة بعيدة من براقعة الله وفي صفحة التاريخ جولة. السعودية بلادي حي قادتها الرشيدة قبلة الإسلام وديار النبي وارض البطولة والقبيلة حبس والهبوات والنظرة بعيدة من براقعة الله في صفحة التاريخ جولة. اي وكرر كلامي كان ما تفهم وعيدة مسرجين الشقر والضمر من الشردة الجفونة الأقبل مثل السوم الردنة ردة مكيدة وكان قل ظهورا ششنا ونثبت ما نقوله لقبل مثل السوم الردة ردها مكيدة وكان قل ظهورا ششنا ونثبت ما نقوله تشهد حيود العاذم ومسوسي والفريدة ومحليف النمرة وتحصنا ولا في الصغر أبطيهم غزلين أقول اسمع يا نفذت شرطي لك أرجع وإن كان ما نفذت لا تدور الرجوع الشرط الأول تمسك الكوب واصبع والثاني يتحملك وتنعس الكوب الشرط الأول تمسك الكوب واصبع والثاني تحب إذنك وتلحس الكوع وإن كان نفذت الشروط الكل اسمع وخذني على كيفك وفك لك مشروع هم اعتبرني خبل ونقط عربع ولعب حسبتك وانا صار لك صار لكن شروطي صار ووصف النعمة تقدر تبدا وتحب مسؤول سلام عليكم. حبيبنا الكريم ايها الحضور الكرام نشكر شعراء هذه الامسية فتحية الى الشعراء المبدعين وما زالت فقرات حبنا تتتالى الفقرة التالية فقرة المحاورة والمحاورة الفن المعروف صاحب الجماهير وفي هذا المساء يشاركوننا نخبة من كبار الشعراء المعروفين بالساحة الشعبية الشاعر حميد معتر صاحب اللقب الشهير الهواوي والشاعر المبدع ابن الشاعر المبدع اللي هو الشاعر عبد العزيز ابن الحيم الخياري والشاعر الكبير تركي الميزاني والشاعر الكبير راشد السعيمي راشد السعيمي. حفلنا الكريم في ختام هذا المساء الجميل باسم ابناء المرحوم عياد بن عيد الهمزي الرشيدي يشكرونكم على تلبية دعوتهم وتشريف حفلهم ومشاركتهم في حفل زواج أخيهم فمهما شكرناكم ومهما تكلمنا ما أوفيناكم حقكم ولكن القلب يدعو لكم سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم سالمين معافين. وفي الختام نشكر قناة الساحة الفضائية وكذلك الأستاذ أحمود بن شريف ومنبر أحمد شفيق وصحيفة أضواء الوطن الإلكترونية ممثلة بالإعلامي زاكي إبراهيم الرشيدي. وختاما لكم مني أطيب تحية محدثكم عبد الله بن خير الله العويمري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليه
أخو العريس سويلم عياد الرشيدي، شرفتونا حفلنا هذا، وأشكركم على مجيئكم على حضور الجمهور هذا كامل، وأشكركم وأشكر قناة الساحة على حضورها بجواز أخي سليم عياد الرشيدي، وأقول لكم عسى الله يوفقكم إن شاء الله. بالنسبة للشيخ الحضور من خارج المدينة، الحقيقة شفنا الضيوف من كل مكان ما شاء الله مناطق المملكة، وش تقول لهم وكيف شعورك؟ والله شيء يسعدني، شيء يسعدني كثير والله بحضورهم من بعيد ومن قريب، حياكم الله ونسعد بوجودكم، شيء يشرح البال والله. وبالنسبة للعريس أخوك وش تقول، وش وصيه، وش تنصر؟ والله أقول له ألف ألف مبروك، وعسى الله يهنيه يوفقه، هذا اللي يقول. إحنا نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، ونقول لك عقبالك. آمين إن شاء الله. لا أنا خلاص يكفي، بس عندي وحدة خلاص. آمين إن شاء الله. ومشكرين، وأشكركم قناة الساعة على حضوركم لحفل جواز أخوي سليم عياد، وأقولكم عسى الله يوفقكم بالتوفيق إن شاء الله، هذا اللي يقول. الله يعافيك، مشكور يا حبيبي، الله يبارك فيك. نتعرف عليك؟ أخو العريس سلمان عياد الرشيدي. أول شيء أقول الله يحيي الجميع على زواج أخي، وحضورهم شرف لنا، والله يسر أموره إن شاء الله بالرفاه والبني والبنين إن شاء الله. وحياكم الله أول شيء، أول حي الساحة، الله يحييه. الله يبارك فيك. بالنسبة الله أنت حي شخصيا، أنت الله يحييك. آمين والطيب إن شاء الله. بالنسبة للضيوف اللي من خارج المدينة اليوم، شاهدنا ناس من خارج المدينة جايين لكم، وش تقول، وش تقول للضيوف؟ أقول الله يحييهم ويحيي الجميع، ويحييهم بضيافتنا إن شاء الله، وحنا إن شاء الله أنهم طيبين، إن شاء أنهم طيبين ويستاهلون من الطيب والكرم إن شاء الله بإذن الله، ما يقوم منا لك الخير إن شاء الله. وأنتم أهل الكرم وهلا. طيب والله يحييك ويحييهم إن شاء الله، ويحيي الساحة كامل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أهلا عبد الرحمن عياد الرشيدي، نقول لكم مبروك. الله يبارك فيك، والله يحييكم ويحيي الكل والجميع. بالنسبة عبد الرحمن العريس، وش تقول له أخوك شقيقة؟ الأخو هذا آخر إخواني العريس إن شاء الله، والله يوفقه إن شاء الله، ونبارك له ونقول له من كل مال وإلى البنون إن شاء الله، بالرفاء البنين إن شاء الله، الله يوفقه ويبارك له إن شاء الله، وعسى الله يرزق الذرية الصالحة إن شاء الله. الله يحييهم، الله يحييهم، الله يحيي ضيوفنا كلهم، الكل والجميع. تعرف عليك؟ فضي عياد أخو العريس. أول شيء نقول لكم مبروك يا فضل. الله يبارك فيك ويا هلا حياكم الله. الله يبارك فيك. يا الناس جو ما شاء الله، حضور من خارج المدينة ومن داخل المدينة. الحمد لله، الله يحييهم بجماعتي وبضيوفي الكرام. الله يحييهم إن شاء الله ويبارك فيكم. وبالنسبة للعريس؟ العريس ألف مبروك، ألف مبروك. نقول لك إن شاء الله عقبالك. لا أنا لا، لا أنا وقفني أنت لا تورطني. الله يبارك لكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم، والله يحييكم عند أخوانكم وعند والدكم، عسى الله يحييكم جميعا، الضيوف والجماعة. آمين، الله يوفق. شكرا لكم، الله يرحم والديك. يا هلا، شكرا لكم. أخوك خالد الرشيدي. ونعم خالد، ما عليك زود الله. خالد أنت شاب، وأكيد أنك تشجع الشباب، معرس أنت؟ أنا الحمد لله متزوج، وبالنسبة للتشجيع لا، أنا بطل الدوري السنة هذه. أنا عالمي صراوي. أكيد أيوه، أكيد البركة. الله يبارك فيك. أيوه والله. إحنا بنقول لك إيش تنصح الشباب بالإقدام على الزواج، الشباب اللي أنت عندك تجربة ما تزوجت ما شاء الله، وشفت الاستقرار والحياة الجميلة في الزواج. أما بخصوص الزواج فلا بد من الزواج المبكر اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم الباتة فليتزوج. أما بخصوص العريس فنحن نبارك له، ونسأل الله أن يبارك لهما وعليهما، وأن يجمع بينهما بخير. وأشكر القناة الرائدة قناة الساعة على تحت الفرصة لي، شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حميدان خضان رشيدي. ما عليك زوج يا حبيبي. كيف الزواج وش؟ الزواج الحمد لله طيب، طيب. ومبارك للعريس، عريسنا سليم عياد الرشيدي، أقول عمال ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك عليهم وبارك لهم واجمع بينهم في خير. آمين. عسى الله حييكم عندنا. بالنسبة طيب للعريس وش تقول، وش توصي العريس؟ الله يوفقنا ووفق إن شاء الله، ويجمع بينه في خير، وإن شاء الله منه هو المال ومنه العيال إن شاء الله. طيب وعقبالك أنت؟ آمين إن شاء الله، إحنا وياكم قابل إن شاء الله. أنا متزوج إن شاء الله. أيوة والله.
أنا متزوجين الحمد لله والخلفية للعيالنا، وأنت عسى الله يحييكم عندنا هنا أنت في مكان الساحة. شكرا أشكركم، الله يوفقنا وإياكم على الكلام. تعرف عليك نواف عبد الله الرشيدي. والصلاة أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحيي قناة الساحة ومبارك العريس سليم عياد وعلى رأسها أخونا سليمان سلمان عياد، ونحييكم ونحيي الحفل واللي حضور، وبيض الله وجيهكم، وصراحة نشوفكم إن شاء الله بالمناسبات. بالنسبة للعريس والضيوف اللي حاضرين، وش تقول لهم؟ وش تقول للي خارجين؟ ما شاء الله جايين ناس من خارج المدينة. اي ناس جاي من حائل وناس جاي. انا واحد جاي من حائل، من حائل، وفي ناس جايين من الرياض، وفي ناس من كل مكان. وبعدين هذا شرف لنا كبير، هذا يعني غنيا عن التعريف، هو اللي هو سلمان يعني رجال شيخ، رجال راعي كرم وراعي طيب وراعي يعني امور، في امور عديدة ما يحتاج اني يعني اشرحها لك، انتم عارفين. وعلى العموم احنا نتشرف بقناة الساحة ونتشرف فيكم انتم، الله يحييكم، وعلى البركة عرس سليم. احنا الحمد لله والشكر تزوجنا اول ما والله الثاني والثالث عاد ان الله كتب نصيب ما يحتاج. الاسم محمد طراد الرشيدي. نعم. ابن اخت العريس. ما شاء الله يعني خالك العريس. اي نعم. خوالك. اي نعم. وش تقول؟ ما نقول إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك لهما وعليهما واجمع بينهما بالخير. بالنسبة للشباب تحثهم على إقدام على الزواج؟ اي نعم، لابد منها، لابد من الإبكار في الزواج، يكون ستر وعون. احنا نقول لك مبروك لكم، لأنك انت خال العريس، ابن خالك العريس، مبارك لكم وبالتوفيق. اللهم امين. الله يجزاك خير. الله يبارك. العفو. السلام عليكم. أحلى الليالي بلانا تجمعنا، والطير يغنى بسعد موانا، ولن وسلم بالذي شرفنا، والطيب والترحيب باستقباله، والطيب والترحيب